قال رحمه الله: القوي المتين، وهو في معنى العزيز. القوي المتين هذان اسمان، وتقدم معنا من معاني العزة عزة القوة، معاني العزة عزة القوة، وهو وصفه العظيم الذي لا تنسب إليه قوة أي من المخلوقات وإن عظمت. قال الله جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة، ذو القوة المتين. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز، إن الله لقوي عزيز. القوي من أسماء الله تبارك وتعالى، جاء في مواطن عديدة من القرآن، منها قول الله جل وعلا: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. والمتين لم يرد إلا في موطن واحد في آخر سورة الحجرات: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والمتين معناه كما بين أهل العلم أي شديد القوة، معناه أي شديد القوة. وأما القوي تقدم معناه، هو الذي لا يعجزه شيء، الذي لا يعجزه شيء ولا يغلبه غالب ولا يرد قضاؤه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، وأن الله شديد العذاب.